أعزائنا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معاكم زينب عبد الله. النهاردة بتشرفنا في اليوم السابع فنانة عظيمة من عمالقة الفن الكبار اللي أثروا التاريخ الفني في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة بروائع الأعمال. حدوتة مصرية، العصفور، المال والبنون، الشهد والدموع، اسكندرية ليه؟ اسكندرية كمان وكمان، أريد حلا، أفواه وأرانب، ومئات الأعمال العظيمة اللي ظلت في ذاكرة السينما والمسرح والتلفزيون وهتظل للأبد. معانا ومعاكم مش بس فنانة عظيمة، لا، إنسانة وأم عظيمة وأم شهيد من شهدائنا الأبرار، وبتحوز محبة وتقدير الملايين بما فيهم ضرتها. معانا ومعاكم النهاردة الفنانة العظيمة الجميلة الأستاذة رجاء حسين. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا ومشرفانا النهاردة في اليوم السابع. نورتي. أهلا بحضرتك اليوم السابع، وتشرف بإني أنا النهاردة في اليوم السابع. إحنا اللي بنتشرف بحضرتك. مصداقية، أنا مش بجملك يا حبيبتي، عندي مصداقية أكثر من أي مواقع أخرى يا حبيبتي، وأنا بحب أستقي معلوماتي من اليوم السابع، فأنا بشكر جميع العاملين يا حبيبتي في اليوم السابع للمصداقية اللي عندهم والصدق الشديد والعمل العظيم. يا حبيبتي حضرتك العظيمة ومشوار فني عظيم. يعني عايزين نبتدي كده حضرتك، يعني تحكي لنا عن بداية المشوار. طبعا المدرسة هي الشرارة الأولى، لكن عندي نية أن أنا أمثل ولا. أنا في يوم مروحة بيتنا من المدرسة فلقيت المدرج بتاع الإحياء فيه همس كده وهامينج، فباب الفضول زقيت الباب ودخلت، فلقيت راجل واقف وجايب زميلاتي بيقول لها انزلي هنا، كلمي هنا، قولي هنا. فاتسحبت وقعدت اتفرج، قعدت اتفرج طلبية الوقت. المهم خدت بعضي وروحت، لقيتهم يقفلي على الباب. انت كنت فين؟ قلت لها كنت في المدرسة. قلت لي مدرسة ايه؟ بتخلصي الساعة كام؟ الساعة كام دلوقتي؟ انت لكان بيدونا ساعات ولا كانوا بيعملوا، هي ساعة الحيط المتعلقة عندك يا منبه محطوط كده. والله العظيم في المدرسة خدت علقة بالشبشب لن تتخيليها على التأخير اللي انا اتأخرته ده. حضرتك كنت الابنة الكبيرة. انا الكبيرة. واسمك عايشة رجاء حسين. احكي لنا اسم ده، الاسم الكامل. احكي لنا ايه عايشة رجاء، يعني ازاي الاسم مركب عايشة رجاء؟ ما كانش بيعشلهم عيال. وبعدين كان في ولد قبل مني اسمه رجاء. فلما ماما حملت فيا فقالت ان جت بنت هسميها رجاء، ان جه ولد هسميه رجاء. ردت ست ام ابويا قالت لها لا، لو جت بنت تتكتب عايشة على اسمي، ان جواد يتسمى اسماعيل على اسم جده، لان ابويا اسمه حسين زكي لوحده. جدي اسماعيل. فلما جيت انا ماما قالت رجاء، ستي قالت عايشه. فابويا لا زعل امه ولا زعل مراته، راح رايح كاتبني عايشه رجاء حسين زكي اسماعيل، زي ما هو اسمه مركب كده. طب نرجع للعلقه بعد ما خدتي العلقه في المدرسه. بعد كده مره ثانيه واتفرجت وخدت علقه برضو وكده. راحت الايام وجت الايام، لقيت فيها وسوده ايه في ايه. فقالوا ده البنت اللي بتعمل الدور وقعت على رجلها، عندها شرخ، عايزه 10 15 يوم ما تتحركش من السرير. في المدرسه واقفه على رجلها. تيجي المسحوبة من لسانها حضرتي. قلت له أستاذ أنا حافظة الدور. فأجبتي في الدور. كنت عاملة دور سندريلا. سندريلا. فإيه اللي هخلاني أقول أنا لازم أبقى ممثلة؟ إيه بقى؟ دي أستاذة زين. تسقيف الجمهور. تسقيف الجمهور. ولا عندي أدنى فكرة عن التمثيل، ولا عندي موهبة، ولا الأشياء دي كلها. فابتدى هذا الموضوع يشغل دماغي. رح يا يام وجت الايام عندي بنت زميله لي اسمها وداد، قالت بنت خالتي بتتجوز وانا عزمها. طبعا اتحيلت محايله رهيبه جدا على امي، بحيث انها
تخليني اروح الفرح. الفرح وانت عارفه البنات مع بعضهم بيرقصوا مش عارفه ايه، وانا غنيت ساعتها يا دبله الخطوبه وبنا كلنا حاجات من كده. يوسف عوف كان موجود في الفرح، معرفوش ولا اعرف كميته ايه ولا. قال لي انت صوتك حلو، تعالي يا بت، في برنامج في الاذاعه اسمه وركن الهواة، قدمه الله يرحمه ويغفر له احمد طه، ايش قدمي فيه؟ يمكن قلت له والنبي. قال لي والنبي ده كده قبل ما تدخلي معهد التمثيل خالص. بقول لك انا 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 عايزه السينما، انا مش عايزه مسرح، انا مش عايزه غوا. لكن المهم رحت ونجحت في ركن الهواة، غنيت برضو يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا ومش عارفة ونجحت. والدنيا الواحد اسمه يوسف شوقي عمل لي ربع ساعة لحن خاص بيا وبتاع، كان بيتزع بقى الساعة كام؟ 4 الصبح والناس نايمة محدش بيسمع. يعني حضرتك بدأت غنى؟ أنا بدأت غنى في الإذاعة ومعرفش ونجحت ودخلت المعهد. فكانت امي بقى المعهد كان مكان سلام، وانت ما عندكيش محاضرات بالنهار، وانت قايله لهم ان انت في كليه حقوق. كليه حقوق؟ اقول لها لا، كل محاضراتي بعد الظهر وانا في المعهد العالي في يوم. طامه كبرى نجحت وطالعه سنه ثانيه، اروح فين من ابويا وامي؟ اعمل ايه؟ الكليه ديت اعمل فيها ايه؟ اروح فين واجي منين؟ فعندي عم مش متزمت زيهم، عم احمد ناشف، ابويا ناشف، عم محمود ده فرفوشه. عارفه العرايز اللي بيقعدوا بيها على باب المحاكم كده؟ ايوه. والسطره دي بسم الله الرحمن الرحيم. ورحت شرحه لعمي كتبتي وانا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا بتاع، وبعت الجواب يوصل له بقى ما يوصل له الله اعلم. اللي كان في يوم من الايام كنا من بيض الشقه، فوجئنا بجرس الباب ورجل بتخبط على الباب، لقيته عمي محمود. قال له ايه يا اخي؟ اسمع رجاء حسين، يبقى اسمع رجاء محمود. قال له في ايه يا محمود؟ هي مين دي اللي رجاء محمود ورجاء حسين؟ تعالى محمود، تعالى محمود، الدنيا ليست بالمايه. ودخل بيه الاوضه بتاع، لا لازم اوضه بابا هي اللي تتبيض الاول ومش عارفه ايه وتتفرش وبتاع عشان ابويا، انما احنا اولاد يعني. ست امي اتشمللت ودخلت عملت شاي، وراحت جايه رجاء خدي دخلي صينيه الشاي لابوكي وعم. ما لقيتيش حد في البيت كل الا انا اللي دخل البتاع، ما انا مش عارفه غاب. خبطت على الباب وخدت الصينيه، عارفه بقى اما تمسكي فعلا الصينيه وتتهز من ايديكي كده، كانت روحي في رجلي. وجيت خارجه قال استني عادي، فقعدت على عرف السرير كده. نعم. قال لي انت عامله ايه في الكليه؟ اول جم خلاص اي حاجه في دماغك لازم تطير. كليه ايه؟ كليه ايه وزفت ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي الحمد لله؟ قلت له اه انا نجحت وطالعه سنه ثانيه. قال لي فين؟ قلت له معهد التمثيل. ليه؟ قلت له ما عدت. كلمتيني فيه؟ لا. كلمت امك فيه؟ لا. كلمت معرفة؟ يا بابا اصل الموضوع وبتاع وكده، وعيطت وصرخت وبتاع، وعمي وقف جنب مني وقفه كبيره جدا وي. والاخر قال لي عندي بعض الاشتراطات عشان تكمل. لا تلبسي كده ولا كده ولا كده خالص. قلت له خالص، لحد يخش لك منهم بيتي شبيتك بيتي، ولا انت تروحي عند حد. حاضر، هتخلصي الشغل تاخدي بعضك وتيجي على البيت، ما تشتكيش ما تعملي. ويا ويلك يا سواد ليلك لو سقطتي سنه، شوفي انا هعمل فيك ايه. وعليها يا استاذه لغايه النهارده ماشيه بالتعليمات، ان انا لسه حافظه كلمات ابويا عن ظهر قلبي.
لا لبستي كده ولا لبستي كده ولا لبستي كده، ولا دخلت بيت حد ولا حد دخل بيتي، التزمت إلا بتعليماته. كنت طب ابنتي ماشية على النظام ده من سن 17 لسن عفوا 85 سنة، ربنا يديك الصحة. لغاية اللحظة اللي أنا قاعدة معاكي فيها دي وقاعدة بكلمك فيها. ده كانت حدوتة التمثيل. التمثيل. طيب حضرتك في البدايات كده رحتي فرقة الريحاني واتقابلتي ماري منيب، احكي لنا بقى يعني انت العمالقة اللي انت قابلتيهم في لا بداية لا حياتك. هو كان في أستاذ عبد الرحيم الزرقاني رحمة الله عليه، الله يرحمه، كان عامل فرقة نموذجية في المسرح الشعبي، اه اللي هو بيروح يعرض في جمصة، في مش عارفة فين، في اسكندرية، لا المحافظات. المحافظات القريبة من القاهرة، يوم في الأسبوع كل يوم بتروحي محافظة منه. فاخترني في الفرقة دي. كان معايا بقى مين؟ جلال الشرقاوي، كان معايا حسن عبد السلام، عبد الرحمن أبو زهرة، جمال إسماعيل، نبيلة السيد رحمة الله على الجميع، الله بقى اللي يرحمه، مات والعيش، رجاء حسين، كنا شلة كبيرة، كرم متواضع، مش يعني حاجات، نجيب سرور، يعني ناس كبار. بحاول، وكنا بنعمل روايات عظيمة جدا جدا جدا. جمال إسماعيل كلية آداب، وكلية الآداب كانت في شبرا جنب بيتي، ومحمد عوض فيها. جت سنة من السنين الجامعات قالت لهم لو هتجيب عنصر نسائي من بره لابد وأن يكون من المعهد العالي للفنون المسرحية عشان يبقى على مستوى، ما تجيبوش القرص اللي انتوا بتجيبوهم دول، و إلى آخره. فاختاروني كلية الآداب لدور عشان أعمل. كان معايا كاميليا الشنواني رحمة الله عليها، مرات طاهرة أبو زيد، وكانت ميري منيب، كانت معاك أستاذة ماري منيب الكلية جايباها، أيوه، مش قادر. فأنا رحت، كنا بنعرض بقى من الساعة 5 للساعة 8 عشان عندهم سواريه من 9 إلى ما شاء الله الرحيل. كانت على مسرح الرحيل، تصادف وجود بديع خيري في تلك الوقت. فقال لهم انا عايز البت دي، كان الدور كوميدي ودمه خفيف وبتاع، فبعتولي. قلت الريحاني عايزيني في ايه؟ انا كنت عندهم بعمل الروايه، ايه في ايه؟ نسيت ايه؟ جبت ايه؟ ده اخدت بعضي ورحت قابلني راجل كده اسمه فلاديمير اسمر كده، وبعدين قلت له انا عايزيني قابلوني بتاع. قال انت مين انت؟ كده انت مين انت؟ قلت له انا رجعت السنة. قال له وانت؟ قلت له، قال له خليك واقف هنا على الباب، على الباب خليك واقف هنا. وخد بعضه وما اعرفش راح فين، وبعدين جه قال لي تعالى، وخدني طلعني دور تاني كده، ودخل اوضه مهوله وراجل قاعد على مكتب ما عندكش فكره، خبط على الباب ودخلت، وقال له رجاء حسين. قال له دي؟ قال له دي. الله، انا بلسان طويل. قلت له قاضي، انت مين؟ انت عايز ايه؟ تعالي باوامر بشخص اقعد. قال له بيقولوا عليك ممثله كويسه. قلت له فعلا انا ممثله كويسه. الغرور بقى والنيله والتسقيفه ديت اللي قلت لك عليها والقرف ده كله. قال لك خدي، راح رامي لي روايه كده، قال لي اسم كذا في الرواية، بكرة هتعمليها من 6 كان مين بقى ده؟ ل 8. كان مدير المسرح اسمه مش عارفة ايه، حسن. المهم خدت الرواية وروحت البيت، قعدت ذاكرت عليها، وقال لي تعالي الصبح الساعة 10. فدخل على خشبة، الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يكرمها بحق جهنم، ميري مونيا. واقفة جنبي، انزلي يمين، بتقول لك تعالي اقعدي على الكرسي، اتدلعي، اتميصي، تعالي شمال، حسب اللي تلك السيدة. قعدت على المنوال ده فترة حوالي أسبوع أو بتاع، كل يوم أعمل رواية،
يا جماعه ايه الحكايه ايه البتاع؟ وهي اللي بتقول لك التعليمات لوحدها. هي لوحدها لا خلاص هي لها روايات معينه، مي مشكيب لها روايات معينه. عباس فارس له روايات معينه، عدلي كاسب له روايات معينه، وميمي برضه رحمه الله عليه احتضنتني فعلا. برضه نفس الحكايه. كان في ناس من فرق كتيره قوي كانوا بيساعدوا، يعني بيساعد بياخدوا بايد الموهوب الصغير. وكده الفتره دي كلها عملوا لي عقد ب 20 جنيه في الشهر، كنت بقبضهم ال 20 جنيه 20 جنيه. لا ناقصين مليم ولا زايدين مليم، ال 20 كنت بقبضهم كده. المهم قعدت بعد الاسبوع ده بقى، قعدت فتره طويله ما بشتغلش، ولقيت في يوم بديع خيال راجل كبارة كده وجميل، قلت له بابا ربنا يخليك انا مديني ادوار مش بعرف اعملها، واسال مدام واسال مدام حيري، بيقولوا له اضحكي هنا اعملي ما بعرفش اضحك تحت الستات ما بعرف. وقعدت اشتكي لهم، قال لي هم ادوكي الادوار بتاعت زوزو شكيب. قلت له زوزو شكيب؟ قال لي في ممثله هنا اخت ميف دي كانت موجوده معانا وكده حصل اختلاف ومش عارفه ايه، فسابت لهم الفرقه ومشي. كتب لي دور في مسرحيه خدامه طويله عريضه كده ثلاث، انا وعادل خيري ايوه ابنه ايوه. المهم عملت الدور و الاخر، ولقيت المسرح القومي بعت لي في امتحان تعالي قدمي عشان خاطر هم عايزين بنات سن ال 17 سنه. فقلت لعدلي كاسب، قال لي روح يا حمارة، وعباس فارس قال لي نفس الكلام وروحي. المهم رحت، وقفت قدام مين بقى؟ عبد الله المسرح فارس المسرح. الله، دي كانت أول مرة تقفي قدامه ولا أعرفه، ما شفتش مسارح ما كانش في السينما كتير بحيث ان انا المهم دخلت المسرح والصحافة هاكل قالوا لي المسرح القومي رمرم المسرح القومي، يعني هدموا المسرح لان انا ما تنيلتش، ما خدتش لسه ما خدتش الشهادة ما خدتش الشهادة وانا في سنة وجاية من الرحال، ولك ان تتخيلي بقى الدنيا مرتب كام؟ 15 جنيه اقبضهم كام؟ 13 جنيه 34 قرش ونص، يعني اقل من المرتب الرحيل بتاع الرحيل. كنت ندمانه ندم شديد للغايه. لقيتهم بقى باعتين لي على روايه اسمها كفر بطيخ سعدي رحمه الله عليه، ابي ومحمد الدفره وعبد الرحمن ابو زهره كانت كتبته وعملتها. بعد كده بقت هوالت حققت نجاح في الحدوته بتاعت سعد الدين وهبه في كل روايه انا موجوده فيها، ما عدا روايه واحده اسمها المسامير ما كان ليش دور فيها. عملنا بقى الروايات، عملت بقى العالميات، عملت مشهد من الجسر انا وتوفيق الدين رزق وبتاع، عملت تاجر البندقية أنا وحسين رياض وسناء، وعملت السبنسة وسكة السلامة وحاجات كتير، عملت السبنسة وسكة السلامة وحاجات كتير السلامة وبير السلم وكل الروايات بتاعته بتاعت الأستاذ سعد وهبي. يعني التألق بتاع حضرتك كان تألق مسرحي في الأول بالظبط كده. طيب السينما بقى والتعامل مع عشان نسيت بقى السينما دي لما كده انا نسيت السينما دي الروايات. بس لقيت في يوم حسن امام بعت لي على فيلم اسمه التلميذه مع شادي، فرحت عملت دور صغير معاه كده، ورجع بعت لي تاني على فيلم اسمه سميره احمد الخرساء عملت برضو دور صغير كده، وبعت لي على حياتي هي الثمن دور خدامه دور صغير قد كده بالطريقه دي. بصراحه يعني المسرح لقيته مع امينه رزق بقى مع سنين عمالقه مش عايز انسى حد منهم ابراهيم توفيق الدقن اشتغلي مع شفيق فؤاد شفيق
ايه ده ايه ده حسين ريا ايه ده مين ده كان فين ليه؟ فده مبهرك في حد ذاته. وتقعدي بقى تستقي وتتثقفي. تعلم ايه وعرفت ايه؟ خديني. تعلمت منه. تعلمت ان الصبر وانك تحترم الصغير قبل الكبير وتحترم الكلمه وتحترم المواعيد والمواعيد في الثانيه وشيء كثير منها. طبعا. ربوني اكتر من المعهد العالي للفنون المسرحيه ما رباني. الله الله. انت واخده بالك؟ فتربيت في وسط الفطاح دول فبقيت من الناس اللي بتحترم. تعرفي تختاري الدور تعمليه ازاي؟ تجيدي الكوميدي والتراجيدي والشر والخير وكل حاجه. الاذاعه بقى اشتغلتي فيها ب2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه وخدت الخمسة جنيه اخيرا اللي هي اكبر اجر وبتاع. واشتغلت بقى التلفزيون، كان عندي بروفات الصبح من 11 ل2 وعندي عرض بالليل من 9 ل12 بالليل. فكان صعب جدا ان انا اروح التلفزيون لان التلفزيون بيصور طول اليوم. كنت بعمل برامج خفيفه مع فايزه واسف مع يوسف مرزوق. يعني ما ليش باع كبير في ده. راحت الايام وجت الايام نور الدمرداش مخرج في التلفزيون وزميل في القوم، لكن ما اقدرش اقول زميل استاذ. أيوه. طبعا ما اقدرش اقول زميل، انا مين عشان اقول زميلي يعني. المهم اخترنا، عملت حاجه اسمها مارد مارد الجبل. دور عوالي. ايوه دور عوالي، ده كان دور علامه. اخترني الاستاذ محمد فاضل اعمل احلام الفتى. زعق لي نور بقى وقال لي بعمل لك عوالي الدور اللي وانت راح تعملي صاحبه بنسيون. سبحان الله. المسلسلين ضربوا بشكل غير طبيعي وتوالت فيما بعد بقى الادوار. وللاسف الشديد في بعض الادوار كنت بعتذر عنها لان المسرح كان موجود عندي وما كانش اقدر، وفي الاثناء دي بقى اتجوزت كده. فيعني كان يعني جيت تالق الدرامي وبعد كده جيت تألق السينمائي. يعني انت بعد التألق الدرامي ده جيش الشهد فيما بعد. يوسف شاهين بدأها بالعصفور. واشتغلت معاه العصفور، وبعد كده ابتدت بقى تتوالى عن، واشتغلت معاه عودة الابن والطال واسكندرية كمان. 5 افلام اسكندرية. حدوتة مصرية. حدوتة مصرية. ابتديت اشتغل مع يوسف بقى، بصيت بقى لقيت عاطف الطيب رحمة الله عليه، عملت معاه أبناء وقتلة، عملت مع سمير صبري نشارككم الأفراح أنا وهو ويسرى وتحية كاريوكا رحمة الله عليه الله يرحمه ويسلم. ابتديت بقى عملت مثلا أنا وهند رستم ويحيى شاهين برضو فيلم فاكر وأنا وصباح. عملنا فيلم وعماد حمدي وبوسي وحضرتك تعاونتي مع سيدة الشاشة أستاذة فاتن حمامة بقى. أريد حل وأفواه وأرانب دي طبعا. أفواه وأرانب. واشتغلت معاها إذاعة كتير قوي. أيوه. اشتغلت معاها أريد حلا، ودي كانت أول شرارة تنطلق بالنسبة لتغيير قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة. وطبعا في الدراما خدتي بعد كده الشهد والمال والبنون وكتير ورايا وسكينه وحاجات كتيره كتير. حاجات كتيره قوي بقى مش قادره اعديها لك بصراحه. اشتغلت كتير قوي بقى في التلفزيون لما بقى لي اسم وانا بشكر التلفزيون المصري. التلفزيون المصري هو اللي عرف الناس بي، لان المسرح كان مين اللي بيجي؟ الناس المثقفة واللي بيقعدوا في اوضه، فكانت برضه كميه محدوده. خدتي جوائز كتير حتى عن الادوار الثانيه، خدتي جوائز كتير عن كتير كل الادوار دي خدتيها. علي بيتي واتفرجي على مكتبي وشوفي عدد الجوائز اللي عندي تفوق اي حته. طبعا يعني الحمد لله، مش شكرانيه في نفسي ولا بتاع، لا ده توفيق من طبعا. ممكن عشان ابويا مات صغير وانا تكفلت بالعيال 7 انفار على المعاش ب 32 جنيه ولا 28 جنيه في ذلك الوقت.
ما قدرش يلومني ما بتاع مشي. كبروا اخواتي ايه علمتهم كلهم. يعني حضرتك توليتي الاسره بعد وفاه الوالد؟ طبعا اه طبعا. ما كانش لينا مورد رزق اخر، وبالتالي علمتهم جوزتهم وحافظتي على الوصيه بتاعه الاب. وبعدين توفاهم الله ودفنتهم وانا كبيره وانا ملياش غير ربنا يرحمهم ويديك الصحه. بنتي دلوقتي، وكنت سعيده جدا بابني وبنتي وجوزي، لكن للاسف ابني ربنا استرد ودعته. لا نقاش في هذا، تقدرش تتدخلي في ده. خلال المسيره دي اللي امتدت كتير، يعني امتدت مشوار طويل ومشوار مشرف واعمال كبيره، وحضرتك تعاونتي فيها مع الكبار والعمالقه في كل المجالات، في التمثيل وفي الاخراج، احكي لنا بقى يعني حضرتك تعاملتي مع سيد الشاشه العربيه، مع الزعيم عادل امام، مع امينه رزق، مع ماري منيب، احكي لي اكتر المواقف اللي ما تنسيهاش مع العمالقه دول. يعني بيني وبينك انا كنت هايبه قوي الفرقه بتاعت الريحاني، ما كنتش بتدخل قوي فيهم، كنت بخلص دوري وابويا الاقيه على باب المسرح ياخدني يروح يوصلني ويجيبك ويوديك. لكن القومي علمني ازاي احترم نفسي اولا عشان احترم الاخر. وبالتالي لما اتقابلت مع ناس الكبيره دي لقيتهم محترمين احترام قومي وجودي. عندك فاكر حمد؟ اشتغلت معاه في الاذاعه قبل ما اشتغل معاه زيني. ولما اشتغلت معاها افواق وارانب، الست اللي بتخلف كتير دي، ايوه، لبست منديل بقويا كده وجلابيه طيب بس وبتاع، فلما شافتني كده في الصندوق ندعت، قالت لي رجاء دي غلط. قلت لها ليه؟ قالت لك ايه؟ الشخصيه غلط. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان خاطر اللبس ده، ده هم فوق جدا ومش عارف. قلت لها يبقى انا مش همثل النهارده. بصت لي كده وقالت لي ليه؟ قلت لها كده مفهوم عندي ومش هقرا. فنجحت لي هنا ربركات. قالت لي قولي للمشهد بتاع رجاء بتاع النهار وخليها تروح. لا ليه؟ قالت لي معرفش، عندها ظروف. فعلا لغى المشهد وروح حتى على السحر. انا بقى لما كنت بروح التلفزيون والعب دور الفلاحه والبتاع، ما كنتش بحب البس هدوم حد، كنت اخلي المساعده بتاعتي تعمل لي جلاليب وانا البس. أيوة. فرحت لقيت افخر اللي عمري الكورنيش كده على الست وردكو معيش، معرفش، جبت منديل بقويا من اللي عندي. انا بحب حاجتي تبقى عندي، ما بحبش اخد حاجه من عندي. قصقصت البتاع ولبسته وشعري كفرته بفرتين كده وطرحه ورحت دخلت في الاستوديو. قلت له حد معاه مطوه؟ اديني مطوه هنا عايز افتح الجلابيه. ايوه حد يعني، وهنا ومن ده عشان تبني الجلابيه متهالكه. وما كوتهاش بقى. ايوه يعني بعد ما اتغسلت ما كوتهاش، خليتها تكرمش. ايوه ده بالك ازاي؟ عشان تدي المصداقيه للاسره الفقيره والام الفقيره دي. فالست تاني يوم رحت لها بتبص في عينيا قوي، هي كان نظرها ضعيف. فبتبص، قلت لها ما بركبش رموش ما بحبهمش. ايوه بكلمك بصدق يا حبيبي. قلت له انا بكلمك هو دي جمالات صدقني. انا لما لبست اللبس ده والبتاع الشخصيه اتزرعت جوايا. كنت فعلا صادقه فيها جدا جدا بفضل تلك السيده رحمه الله. يعني انا واحده غيري كانت تقول لك لا وبتاع. ايوه يا انا اسف. انا بقول ده هي في دار الحق وانا في دار الباطل. الله يرحمها. بس الست كان مع الاستاذ فريد شوقي برضو كان عامل دور ايه يعني. كنا في رمضان ولما كنا في الاذاعه بنعمل افواه وارانب او نعمل كفر نعمت او نعمل اي الحاجات دي كلها، اقسم لك بالله كان ياخد فاتن حمامه ورجع حسين وينزل يوصلوني بيتي الاول ويودي فاتن بيتها وبعدين يروحوا. يا حبيبي عشان نفطر في بيوت. الله يرحمه. الاذاعه في رمضان. فالناس دي تعلمك كل حاجه. اللي اهلك ما عرفوش يربوكي فيه، سوري انا اسفه في اللفظ،
يعني اللي ما عرفوش يزرعوه فيكي الناس دي حطته فيكي. بدليل ان انا في وسطيكوا لغايه دلوقتي، انا بحب الناس كلها. الناس كلها بتحبك طبعا، ملياش علاقات في الوسط سخيفه. عمري ما اتخانقت مع زميل او زميله، عمري ما تقولت على زميله او زميل طبعا. ولا تدخل في شؤون لا الشخصيه ولا الفنيه ولا جنس الحاجات دي خالص. وبالتالي انا سعيده. ليه؟ لان انا جوايا ايمان رهيب طبعا، راضيه طبعا، عندي الرضا بشكل غير طبيعي طبعا. حضرتك طبعا من الفنانين اللي تعاملت معاهم او من المخرجين الكبار، الاستاذ يوسف شاهين اللي يعني كنت في سلسله افلامه كلها، ايه السر بقى الارتباط ده مع الاستاذ يوسف شاهين في كل في معظم اعماله السينمائيه؟ هو كان معروف ان هو مش يعني بيدقق في كل تفصيله يعني ايه السر الانسجام ده؟ هو شاف مني الالتزام ده، وبالتالي بقى يسند الي الادوار من خلال الالتزام والاحترام، ان انا بذاكر كويس قوي، وان انا بقف قدام الكاميرا، ان انا ماليش دعوه بحد، وان انا بخش اخلص دوري وامشي، حاجات من هذا القبيل. وانا كنت بحبه جدا. وعلى فكره يوسف شاهين ده مخرج ممتاز وراجل، وكان بيبص لقدام، يعني يكفيه فخرا انه تنبأ بما سيحدث في الدول العربيه وجسدوا في عودة الابن الضال في الأسرة، خلاهم ضربوا بعض الغرفة. عنده رؤية بعيدة غير طبيعية، ما كانش ببص تحت رجله طبعا، وده اللي أنا اتعلمته منه، إن أنا ما ببصش تحت رجلي، أنا بص إيه اللي جاي، خلاص اللي فات مش هتقدري، لن تستطيعي أن تغيري أي شيء فيما مضى، ولكن حاليا تستطيعي، بكرة تقدري. أيوة. ففي عدة حاجة، وأنا اتعلمت ده من نفسي، عشان كده حصل يعني تعاون في حاجات كتير. انت عارفة كيميا كده بتحصل ما بين اتنين وبتاع. ولو كان رحمة الله عليه عاطف الطيب، ربنا اداله طول العمر، الله يرحمه، عملت حاجات حلوة مع عاطف الطيب، الله يرحمه الله يرحمه. بصراحة يعني من المخرجين اللي أنا، الاستاذ محمد عبد العزيز برضو راجل من اعظم ما يمكن، وفي الكوميديا وبتاعه اشتغلت معاه برضو فيلم انا ومعالي زايد. اتعاونتي مع الزعيم بقى في كان في احلام الفتى الطائر، وهو ما كانش عمل يعني مسلسلات لسه، كانت يعني من اوائل الحاجات اللي عملها يعني. بس كان عادل امام برضو يعني ما نقدرش الشخصيه حلوه في حد ذاتها، الشخصيه بتاعتي مع نعيمة، شخصيه عادل، وكان في كيمياء بيننا حلوه بيني وبين عادل. يعني الناس اللي بيتربوا في البيئه الشعبيه دول بيبقى عندهم ولاء وصدق شديد للغايه، الله يرحمه وحيد حامد، يعني الكاتب ده والسيناريست ده العظيم. فقدمنا شيء كان فيه مصداقيه، كان فيه حب، كان فيه صدق طبعا، في فهم للشخصيات، وبالتالي لقى النجاح عند الجمهور. لان اوعي تصدقي ان الجمهور ده الجمهور طبعا بيفهم كل كبيره وصغيره برغم قله الثقافه اللي عنده، بس عنده عينين وقلب بيحس طبعا، بيبص عليه، عنده احساس جوه قلبه بيتنقل لقلبه وبيبقى عارف.